أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wow. I never heard a book recited before. I heard many books read before, but never recited. And I just thought to myself, do they read the whole book like that? And then, of course, it went on, right? Bismillahir Rahmanir Rahim, Alif Lam Mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. And it went on and on and on and on, and I thought, how could something like this be hidden from us? How is that fair?